رئيس أركان الجيش المحترم، السادة الحضور، كل بعنوانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتولى مديرية الاستخبارات العسكرية مهمة التخطيط ومتابعة تأمين المعلومات الاستخباراتية بمستوى التعبئة والعمليات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل عناصر الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بمختلف المستويات ولجميع الصنوف والقيادات على أساليب جمع المعلومات وتحليلها ومن ثم تقييمها لغرض تأمين المتطلبات الاستخباراتية لقواتنا الأمنية. ولقد سعينا منذ تولينا مهامنا بالعمل في مديرية الاستخبارات العسكرية على تعزيز المهمة الاستخباراتية والأمنية لمديرية الاستخبارات العسكرية وتطوير كافة متطلباتها وبما يتلائم مع التقنيات الفنية الحديثة وأهميتها في تفعيل ودعم الجهد الاستخباري والأمني وعلى مختلف المستويات. وها نحن اليوم نقف في محطة جديدة على سلم الإعداد والتطوير لمديرية الاستخبارات العسكرية. بعد الانتصار العسكري الكبير على داعش وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء، تجسدت قولا وفعلا هذه المرحلة. ها هنا اليوم نحن في مديرية الاستخبارات العسكرية مع صرح علمي ممتاز وكبير يسهم دورا إيجابيا وكبيرا وفعالا في ربط المؤسسة العسكرية بالمعلومات والمراقبة الفنية، تجسدت من خلال إنشاء وافتتاح مركز المراقبة الفنية الذي لديه مدلولات كبيرة جدا وبفترة زمنية قياسية وبتكلفة قليلة جدا وبوقت قياسي. المركز يوفر الكثير والكثير، أولا الاقتصاد بالموارد البشرية، دائما نعود على التقنية الحديثة في جيشنا إن شاء الله. بدأت المرحلة الأولى إن شاء الله وستستمر إلى حين نصل إلى جيوش الدول المتقدمة إن شاء الله. ثانيا يغطي فسحة كبيرة من محافظة بغداد بالمراقبة الفنية ووفق أسس علمية وحديثة ومراقبة على مدار 24 ساعة، ممكن أن تخبر قيادة العمليات لإخبار القطاعات الماسكة للأرض لاتخاذ الإجراء اللازم قبل وقوع الحدث أو قبل وقوع الجريمة. المسيرة بدأت إن شاء الله بالخطوة الأولى وستستمر لحين أن نصل إلى جيش متقدم يضاهي جيوش المنطقة إن شاء الله ومزود بتقنيات حديثة.